ونحن اليوم أمام هذا المنجز العظيم في سجل حافل من سلسلة التطورات المباركة في الحرمين الشريفين. ها هو اليوم الروبوت الذكي لتوزيع ماء زمزم على ضوء التعقيم وأن لا يكون فيه ملامسة، هو يمشي والحاج والمعتمر والزائر يأخذ ما يحتاجه من العبوات، وهذا بفضل الله ثم دعم قيادتنا الرشيدة جعله الله في موازين أعمالهم الصالحة.